مجرمين يستغلوها اولا في نقل المخدرات للمهلوسات اي ديزاغريسيون اي فول دو فول على سوفيت. يقول لكم الكيميائي تربان سي الاسلحه المحظوره لي بسيكوتروب المخدرات الاعتداءات باش الامن والعائلات يجوزوا الصيف تاعهم في ظروف امنيه مليحه. تروح لخذت الارسال عطينا الارا وبكره من جهته وانا الجهه تاع قراي مغلوقه من جهه الغابه. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها قامت مصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر بعملية شرطية واسعة النطاق في قطاع الاختصاص لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وهذا من خلال دوريات راكبة وراجلة بالزي المدني والزي الرسمي، أين تم تفتيش الأشخاص المشتبه فيهم وتنقيطهم مع مراقبة السيارات والدراجات النارية، حيث أفضت العملية إلى حجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية بالإضافة إلى القنب الهندي مع توقيف مجموعة من الأشخاص مشتبه فيهم.